مرحبا. الكثير من العراقيات يعتبرن العباية رمز للأناقة والجمال والحشمة، وبنفس الوقت يعتبروها من التراث العراقي القديم. ليش؟ لأنه هو الزي الرسمي لوالداتهم وجداتهم. بنفس الوقت العباءة تعتبر رمز للحشمة، وتغنى بها الكثير من الفنانين والشعراء، وتلبس النساء العراقيات العباءات المشغولة بالخرز والمطرزة أيضا. وأيضا أكو أنواع من العباءات تلبس في المناسبات تكون ألوانها مختلفة، مثل الأبيض والبيجي والألوان الأخرى، تدل على الفرح. فخلينا نشوف اليوم شنو آراء أصحاب محلات العبايات بخصوص هذا الموضوع. خليكم ويانا. بما أنه حضرتك صاحب محل عبايات، فشنو رأيك أو شنو خلفيتك عن العباية العراقية؟ شنو تراثها؟ شلون بدأت؟ ممكن تحكي لنا نبذة مختصرة؟ والله العباية بدأت بالمجتمع من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقت إلى يومنا هذا. وتجي هي العباية بألوان مختلفة، بس هم فضلوا اللون الأسود، كان اللون سابقا لون الأبيض، وحاليا صار إلى يومنا هذا صار اللون الأسود. زين أنت تشوف اليوم إقبال النساء على يا ألوان بالضبط من العبايات، على اللون الأسود أو لون الأبيض؟ أكيد على الأسود. على الأسود أكثر. زين الألوان الباقية اللي ترغب لها النساء غير اللون الأسود؟ عندك الألوان البيجية اللي هي يستخدموها للأعراس أو معزومة، وعندك الألوان البياضات أكثر العروسات تستخدم اللون الأبيض. بما انه انت اليوم محل عبايات، فانت جايه تشترين عبايه الك بما انه انت محجبه، صحيح؟ والله صراحه لوالدتي. تمام. زين بما انه تشترين لوالدتك، شنو نوع العبايه اللي تفضلها الوالده؟ والله هي المعروفه الكلاسيكيه العراقيه، جميع الامهات العراقيات يعني يلبسوها، هي معروفه عندنا بالعراق، يعني العبايه العراقيه الكلاسيكيه احنا على طول ناخذها. زين انت محجبه، ترتدين العبايه لو لا؟ مبدئيا نادرا ما انه البسها كصلاة عيد اضحى مبارك، يعني نذهب للمساجد، هاي المساجد النسائية اكيد طبعا نرتديها احيانا، او تلقين بعض البشر يعني يرتديها، اما كاني حاليا لا، بس مستقبلا ان شاء الله اكيد البسها لان هي كلش حلوة يعني مرتبة على الجسم. زين انت عندك بالخزانة مالتك عباية لولا؟ عندي شبح عباية اللي هي سموها بشت. حلو. زين هل تفكرين تشترين عباية عراقية؟ يعني لو لا راح تعوفين الموضوع حاليا، تأجلي للمستقبل بعدين؟ حاليا الوالدتي أكيد إيه، بس إليا لا، لأن الصراحة أفضل البشكة عمري. أحكي لي شنو اليوم دا تشترين نوع عباية؟ عباية مال مناسبة أريد. زين شنو المناسبة اللي عندك؟ أرس. حلو. زين يلا نوع عباية اللي راح تاخذيه؟ يعني هو يا أما بيجي أو أبيض. أكيد طبعاً، لأنه بما أنه مناسب فلازم تكون ملونة. أكيد أكيد حياتي. زين أنت بالعادة ترتدين العباية أو لا؟ أي يعني مثلاً إذا طلعة بسيطة هاي العباية العادية، أو إذا مناسبة فوق اللبس نلبسها. زين العباية السوداء
تاخذيها تشتريها او لا؟ اي طبعا تفيد كلش. موجوده بخزانتك عبايات سوداء؟ تفيدكم يا حياتي. يعني اعرف من هذا الكلام انه انت من هوايه العبايه. يعني هي تفيد كلش، تفيد يعني مناسبه لهوايه شغلات. نفس الوقت تكمل اناقه المرأة. طبعا اكيد. اي ويعني قلت لك هوايه ترى العراقيين يحبوها. هي العبايات يعني اكثر شيء، اكثر مبيعاتها يعني تقريبا شيء 80s 70s يعني لحد التسعينات او هيك شيء. يعني قصدك بجيل السبعينات والثمانينات او بهاي السنه؟ اي بهيك يعني بهيك تاريخ يعني مثلا. يعني كانت اوج مبيعاتها بهاي السنه؟ او حاليا يعني مثلا اكو موديلات يعني لحد الان، شلون اقول لك انه اكو عالم محافظ على الستايلها بالعبايه، واكو هسه موديلات انه صارت موضه يعني اكثر. يعني اكو يعني اكو عالم مثلا مو بنات مو محجبات قاموا يشترون عبايه او هيك شيء، بس مجرد انه موضه يعني مو بس يلبسوها للكشخه للمظهر الجميل للموضه برمضان اكثر شيء. يعني تعرفين اكو عالم يعني مثلا عندنا ستايلات بشتات وما بشتات، هاي يعني اكو عالم هواي تلبسها برمضان او بعد رمضان، مناسبه او مولود او امسيات مال رمضان، يعني كلش يصير تكون مرغوبه. اكو موديلات مثلا صار شلون اكثر يعني مثلا صار سبورت، اكو موديل عبايه يعني تعتبر سبورت، اكو موديل يعني مثلا رسمي، اكو موديل سواري، يعني هواي اكو موديلات اختلفت. يعني مو مثل قبل انه كان بس رسمي قبل، يعني عالم انه بس على مود الحجاب، لا هسه كثرت يعني هاي النقشات مالها صارت رمز للاناقه. اي اكثر يعني هواي. زين احكي لي العبايه العراقيه الكلاسيكيه المعروفه، منو اكثر شيء يلبسها؟ البنات الشابات او جيل نقول السبعينات الستينات هاي الاجيال؟ هاي الاجيال يعني تعرفين يعني هن ستايلهم فمتعلمات عليها، بس اكو موديلات يعني مثلا اعمار هسه مثلا نقول التسعينات فوق التسعينات او الثمانينات، يعني اكو هم قام محافظين عليها او قام يبدلون، او هواي اكو شغلات تغيرت يعني بالعبايه بس. بس اكو بنات مثلا نو صغار هو قام يلبسن عبايات. اليوم احنا دا نسأل النساء العراقيات شنو انواع العبايات اللي تفضلها كل مرأة، وشنو ترمز لك العباية بالضبط؟ العباية هي شيء اعتيادي احنا عندنا بالعراق، انه العباية مميزة عندنا، فنفضل احنا العباية الراس افضل من غير شيء. صح، والعباية ايضا ترمز لي الوقار والستر والحشمة 100%. اكيد هذا الشيء اكيد اكيد. انت حضرتك تفضلين العباية اللي على كتف لو اللي عرق؟ اكيد يعني برا بالشارع احنا عندنا شارع عراقي، واحنا خاصة يعني كعائلة وهيجي نحب العباية الراس بالشارع، بس اذا عندنا مناسبة، هسا بيوم احنا اليوم عندنا مناسبة فاجيت اني افضل اخذ عباية الكتف، افضل تكون يعني حلوة مميزة مستورة مرتبة، فافضل عباية الكتف اخذها بالمناسبات، بس برا لا والله عباية راس. تلبسيها فوق الملبس اللي راح تروحين بيه لحفلة؟ صح اكيد اكيد، اني البس اللي اريده، بس عباية الكتف تطلعني بعد ارتب واحلى واستر وشغله حلوه. زين شنو لون العبايه اللي تفضليها كهيج مناسب؟ اكيد نفضل احنا السوداء، يعني الاسود هو سيدي الالوان تعرفين انت، فالاسود حلو تكون ساده او بيها نفس بيها شويه شغل اكيد.